الحقيقة أهمية هذا المؤتمر تكمن في عدة أمور. يعني أول حاجة إن طبعا التعاون البناء بين مركز معلومات ودعم القرار وجامعة القاهرة، طبعا الاثنين مؤسستين في غاية الأهمية، وعلى سواء على مستوى مصر أو الوطن العربي وأيضا العالمي. فالحقيقة التعاون بين هاتين المؤسستين في مجالات علمية وبحثية أمر شديد الأهمية. والحقيقة احنا النهاردة سعدنا بتوقيع بروتوكول تعاون في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية بين جامعة القاهرة كلية الاقتصاد وبين المركز. أسعدنا أيضا أن الأستاذ أسامة الجهري رئيس المركز يعني بيعتز بأن تقريبا 40% من الباحثين الاقتصاديين في المركز هم خريجي كليتنا الحبيب، فطبعا ده شيء يسعدنا ونفتخر بيه، وفي نفس الوقت بنتمنى أن احنا نقدر نساهم ونساعد برضو المتخذ القرار في يعني وضع وتنفيذ سياسات لمصلحة وطننا الحبيب. ده بالنسبة يعني بعد من أبعاد أهمية المؤتمر، وده الحقيقة أول مؤتمر يتعمل بالتعاون بين المؤسستين، فده شيء طبعا يعني جديد وسابقة، هي الأولى من نوعها، فإحنا سعداء بها جدا وبإذن الله تستمر. بالنسبة للمؤتمر نفسه عنوانه يعني الحقيقة جه من مما نشهده حاليا من حاجتين. أولا أن طبعا في مخاطر شديدة ومتزايدة من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الجيوسياسية، وأيضا تسود العالم كله حالة من عدم اليقين. طيب إحنا إزاي نواجه هذه المخاطر بسياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة؟ فده كان الحقيقة بداية التفكير لهذا المؤتمر. طبعا عشان نطلع بحاجة إن شاء الله تكون مفيدة لابد برضو ان هو يستند الى حاجتين اساسيتين. اول حاجة ان هو يستند الى اسس علمية سليمة، ومن هنا الحقيقة يعني انا فخورة وسعيدة بمشاركة جيدة جدا من اساتذتي وزملائي الاعضاء هيئة التدريس والباحثين سواء في مركز المعلومات او ايضا في مختلف الجامعات المصرية، فده شيء مهم جدا. ما يسعدني أيضا أن إحنا عايزين آليات عملية لتنفيذ السياسات ومتابعتها ومراجعتها، فده عشان يتحقق لازم كان نشرك معانا مش بس الحكومة ولا الأكاديمية، أشركنا أيضا القطاع الخاص المصري عشان يساعدنا برضو في أفكاره حول الآليات العملية، وأيضا دعينا بعض ممثلي المؤسسات الدولية العاملة في مصر زي البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لأيضا نتحاور معهم، يعني نرى برضو يعني هم رؤيتهم إيه لهذه المخاطر وكيفية التعامل معها من خلال أيضا تجارب دول أخرى وخبرات دولية. فالحقيقة المؤتمر بيجمع بين يعني أمور كثيرة، ومن هنا أهميته، وبالإضافة برضو لأهميته في أنه بدأ يعني العالم كله بيستخدم حاليا التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وغيرها، فبرضو احنا يعني بنحاول نشوف كيف يمكن استخدامها في استشراف المستقبل ومحاولة التنبؤ بحدوث مثلا اي لا قدر الله أزمة او حاجة، فطبعا الآليات الحديثة دي بتساعدنا في ذلك وتزيد من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري.